إزاي تشارك في هدم بلدك في دقيقة واحدة؟ في الأول لازم تغير صورة بروفايلك، وليكن مثلا بصورة تشي جيفارا، كارل ماركس، ويستحسن لو فانديتا. حلو فانديتا ده، بياكل مع الناس أكتر. تابع كل يوم الترندات وشير المواضيع السخنة، مش مهم تستنى لما تتأكد من صحتها، هي غالبا أخبار السوشيال ميديا محدش بيركز أصلا في دقتها. خليك صدامي، اشتم دايما الحكومة بصرف النظر عن صحة اللي انت كاتبه، وياريت لو البوست يعني يكون عميق شوية وفي شوية ألفاظ بذيئة. شغل الأدب بتاع الإدانة والشجب ده تسيبه للعيال التوتو. اعمل فولو لكل بروفايلات منظمات حقوق الإنسان الأجنبية، بتجيب صعبانيات حلوة وبتعمل جو قوي مع الناس. فكر دايما متابعينك انهم متخلفين بينتموا للعالم الثالث، وهيفضلوا طول عمرهم كده، وبكده هتكون هدمت بلدك ببوست على الفيسبوك.